بنسبة 100% تطابقت نتائج المحاكاة التي أجرتها مفوضية الانتخابات بعد 24 ساعة على انتهاء التصويت الافتراضي لاختبار الأجهزة والمعدات الانتخابية. تم إدخال النتائج اللي موجودة في اليو اس بي إلى سيرفرات مركز الإدخال وتمت عملية المطابقة. كانت المطابقة مع نتائج النتائج المرسلة عبر القمر الصناعي مع النتائج الموجودة في اليو اس بي مطابقة 100%. وتوافد وصول النتائج من المحافظات عبر الوسط الناقل بشكل متوال دون توقف أو تعطل في الأجهزة لإجراء المحاكاة الثالثة والأخيرة في الشهر المقبل تمهيدا ليوم الاقتراع الذي تؤكد عليه المفوضية بعد إنجاز معظم متطلباته الفنية واللوجستية والمالية. سجاد الموسوي، العراقية الإخبارية، بغداد.